بدي غير شوي رح تموتني بالرسمة. في واحد حمسة. واحد حمسة عم بقول له لرفيقه قال له أخي والله العظيم عندي معلومات أنا شيء بجنن. خبرتك يا شيء؟ قال له عندي معلومات فظيعة. خبرتني بنسم. طالع بالي اسمه اشترك ببرنامج من سيربح المليون تبع الأستاذ جزء الضحي. قال له طب اشترك. قال له ما عم بعرف كيف بدي اتصل فيه. قال له يا حبيبي بالجريدة. طلع بالجريدة هيك لقى حاطين رقم وحاطين تحت الرقم انه عندما تتصل بيسألوك سؤال بدك تجاوب بسرعة اذا جواب بسرعة تسحبك بالقرعة تجي تشترك. يا حرام هذا ما نام طول الليل يوم صار يطلع الضوء يتلفن تلفن الساعة 7:30 تلفن رد علي واحد من الأشرفية فاعي سكرة وعشا ما عم بيهضي. الو عامل له قال له مرحبا استاذ انا عندي معلومات كتير قوية. شي لا يدعني. قال له انا عندي معلومات ما طلعنيش بشع يا اخي مش بشع عندي معلومات كتير قوية وحابب اشترك ببرنامج من سيربح المليون تعالوا استاذ جورج ارداحي وانا حسوه من حمص. قال له شي بيخري. قال له طيز حطوا دعايات.